أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقنسون. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قيموا فلا تظلموهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحراجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقاة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أفالله عنك بما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنونك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ابتعاشهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أرضوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم.